مرسوم لسنة 2013 رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بناء على الصلاحيات المخولة لنا وتحقيقا للمصلحة العامة رسمنا بما هو آتي مادة 1 منح السيد خوسيه سعيد صافية رئيس مؤسسة فلسطين بيت لحم 2000 في تشيلي وسام الاستحقاق والتميز وذلك تقديرا لدوره البارز في تفعيل مؤسسات الجالية الفلسطينية في تشيلي وربطها بالوطن الأم وتثمينا لجهوده في تعزيز العلاقات الفلسطينية التشيلية ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخه وصدر في مدينة رام الله. رئيس دولة فلسطين قرر منح السيد ألبرتو قسيس صباغ ميدالية الاستحقاق والتميز